هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم السكينة نعمة من الله يلقيها في قلب عبده فتبعث على السكون والوقار وتثبته عند المخاوف فلا تؤثر فيه المحن ولا تزلزله الفتن ولا تضعف نفسه بل يزيد إيمانا ويقينا وثباتا. والسكينة ما تجده في القلب من الطمأنينة، وهي لغة من سكن الشيء يسكن سكونا إذا ذهبت حركته، وكل ما هدأ فقد سكن كالريح والحر والبرد ونحو ذلك. عرفها ابن القيم في مدارج السالكين: هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات. ذكر الله السكينة في 6 مواضع من كتابه العزيز، تفيض كلها بمعاني الجلال والوقار الذي يهبه المولى لأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين في ساعات العسرة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ويوم الحديبية حين اضطربت قلوب المؤمنين من تحكم الكفار بهم ودخولهم تحت شروطهم، أنزل الله الطمأنينة عليهم وجزاهم فتحا قريبا، هو فتح خيبر. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.